بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا دكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، رئيس التيار الإسلامي العريض، عضو اللجنة العليا لنداء أهل السودان، كنت منتميا إلى داعش منذ أبو بكر البغدادي وحتى الآن. نحن حقيقة من يوم 15 ديسمبر توقيع الاتفاق الإطاري طوالي انتبهنا أنه لابد نعمل حملة ضخمة جدا لإسقاط هذا الاتفاق الإطاري، وبرضو تواصلنا مع المؤسسة العسكرية، كنا نتواصل مع الفريق البرهان عن طريق اللواء حسن بلال، فتواصلنا معهم قلنا لابد نسقط الاتفاق الإطاري ده تماما. والحدث الأخير اللي حصل يوم الأربعاء في مروي، انه الدعم السريع كان داير يمشي من مروي كده، يعني تم تنويرنا طوالي من قبل الشيخ علي كرتي انه خلاص طالما الجيش تطلع بيان ووصف الدعم السريع بانه متمرد، خلاص حاله الاحتقان دي حتنفجر وساعه الصفر قد تكون يوم السبت. وبالفعل يوم السبت الساعه 6:30 في مجموعات هاجمت المدينة الرياضية، ناس الجيش ومعهم كتائب الإسلامية، المجموعات اللي هاجمت المدينة الرياضية دي الجيش ومعهم كتائب الإسلاميين، ومعروف إنه كتائب الإسلاميين دي قاعد يقودها أنس عمر، وقاعد يخطط الشغل ده كله أسامة عبد الله ومعهم علي كتي وكده، هم المخططين البرنامج ده كله. وده حصل يا إخواننا إنه اتفكت الطلقة الأولى يوم 6:30 صباحا بالاعتداء على الدعم السريع من قبل قوات الجيش ومن قبل قوات الكتائب الاسلاميين، ومما تفكت الضربه الاولى دي الان، يعني دي كارثه كبيره جدا، ويجب علينا نحن كاسلاميين وكوطنيين كلنا نخط الان الكره واقعه. والله الحرب دي اذا نحن ما بسرعه عاملنا لمعالجتنا الفتنه الطلعه البلد دي، لو ما عملنا لمعالجتنا والله بلدنا تبقى زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق وزي اليمن. يجب اننا كلنا نفك يدنا في بعض، ونترك الخطاب العنصري، ونترك الخطاب التفريقي بين الناس، ونترك الخطاب اللي فيه استعلاء عرقي، ونخط يدنا في بعض عشان ننقذ بلدنا قبل ما بلدنا تبقى في خبر كامل.